جمال، انت اللي جاي عندك ايه؟ يعني بتفكر في ايه؟ التدريب بالنسبه لك اهم ولا التحليل ولا الاداره؟ هل انا بتفكر في انك تنزل في اداره الزمالك في مجلس اداره لو في انتخابات؟ لا لا قصه صعب، بالنسبه لك مستبعده؟ الفتره دي صعبه قوي. موضوع الاداره ده هيبقى صعب في الفتره الحاليه. لكن من احلامك ايه يعني؟ قصدي الاداره ممكن في يوم من الايام هل تفكر؟ ممكن يعني ممكن ممكن انما دلوقتي في التحليل ده الرقم واحد. التدريب إذا بالنسبه شباب لك ايه؟ الرياضه. والله التدريب بص، اصل انا برضو حاطط يعني حاجات معينه، ما ماشي. اقدرش ان انا مثلا اشتغل تالت، دي هتبقى صعبه جدا ايا كان النادي، ماشي، حتى لو في الزمالك. حتى لو في الزمالك يعني لو في صعب. الزمالك معاك واحد اجنبي كبير مدرب عام؟ ومعاك واحد لا نجم كبير لا من لا لا جيل لا سابقك. لا لا لا، لا مشتغلش تالت. اوكي تالت ده ملوش دور، ماشي مبقاش خالص ليه اهميه. دي والله. برضو من الحاجات اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، انه يا جماعه لازم المدير الفني الاجنبي اللي بيبقى جاي لازم اشترط ان يبقى معاه مدرب عام مصري، ماشي لانه ده بيعمل، انت بتعمل كادر للمستقبل. فيه. لانه فجاه الاخ فايلر مشي من الاهلي، قعدت تدور على مدرب. طب ما انت لو معاه مدرب عام كنت هو اللي هيكمل فيه. لغايه اما تشوف مدرب. في نفس الموضوع في الزمالك، كارتيرون فجاه، بس عشان كارتيرون ما كانش معاه جهاز، ماشي. فكان معاه كابتن سامي، كان معاه امير عبد العزيز، كان يقدروا ان هم يكملوا. فانا يعني دي وجهه نظري، انه الانديه الكبيره اللي بتتعاقد مع المدير الفنيين الاجانب لازم اشترط عليه انه يبقى معاه المدرب العام مصري. ماشي. دي وجهه نظري. الحاجه الثانيه، انا زي ما بقول لك انا حاطط يعني حاجات معينه، اسس معينه كده، مش هقدر ان انا اخرج براها. فموضوع التالت ده هيبقى صعب جدا. فانت تاني في اي مكان في مصر في منظومه محترمه حتى يعني؟ يعني انا حاببها يعني الزمالك، الجونه، الاماكن اللي انا يعني ممكن اللي انت اكون يعني ليك علاقه بيها. ليا فيها. بالظبط.